يقول لك شمس الدين بوراسين غياب تام، أين الدولة في فاجعة تهز جرجيس وتهز كل تونس؟ في البداية مواساتنا وتعازينا الحارة لعائلات كل المفقودين، هذه مأساة جديدة يعيشها الشباب تونس وعائلاتنا في الجنوب، وفي وهي صارت عدة مآسي أخرى سابقا، وحسب ما نعاينه يوميا في المجتمع مع الأسف الشديد هناك الآلاف وربما عشرات الآلاف من الشباب والكهول الذين يفكرون في مغادرة البلاد بالحرقان ولا بالطرق القانونية. نعرف لآلاف الأطباء والمهندسين سنويا يخرج يمشيوا لألمانيا لفرنسا لكندا، هذوم بالطرق القانونية باعتبار أن هذه البلدان بحاجة إلى الطاقات العلمية والفنية، ولكن هناك صنف آخر من الشباب الذي لا يقدر على الخروج بطريقة قانونية يلتجأ لهذا الأسلوب للحرقان. مع الأسف أنا متأكد المناخ العام في البلاد الناس تشعر بالاكتئاب، تشعر بالقلق، تشعر بالإحباط، وهذا ما يشجع يخلي شريحة كثيرة تفكر في الحرقان. فاجعة تعجب لن تكون الأخيرة، ربما تتوها واسع في المستقبل باعتبار أن الدولة مستقيلة في هذا الشأن. الدولة لم تعد تهتم بالشباب، والسلطة الحالية الانقلابية همها الوحيد هو تركيز السلطة متاعها والاستحواذ على كل السلطات في البلاد وتنفيذ مشروعها الانقلابي الذي تدمر كل مؤسسات الدولة من البرلمان للدستور للمؤسسات الدستورية. لا أعتقد أنه يمكن أن ننتظر الخير من هذه السلطة، ومعناتها هذا الشباب ذهب ضحية التفريط وذهب ضحية معناتها تكاسل الدولة وعدم القيام بواجبها احتضان هذا الشباب. للأسف نذكر أنه لحد الساعة هذه الأرقام ما زلنا كصحفيين وكإعلاميين نستقي فيها من الإعلام الدولي، تمن علينا من حين إلى آخر بعض الصحف الدولية وهي تطرق لهذا الموضوع، نستقي فيها أخبار كما قلنا من وزارة الداخلية الإيطالية عندها إعلام تحترمه تخرج في أرقام وزارة الداخلية الإيطالية، وآخر أرقام على الأقل التي أوردها المرصد التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والأخيان جمعيات، حتى كان حاضر معنا سي عبد الكبير منذ أيام في المرصد الحريات بتونس، هذوما الاجتهادات البسيطة اللي يعطونا في الأرقام. الدولة غايبة الأصل فيه، وين وزير الداخلية؟ ما هو كما طلع في البحيري وعمل نقطة إعلامية سماها دوا صحفية وعدنا بالمفاجآت وظهرت فشوش في الأخر، يا أخي أطلع أعمل نقطة إعلامية، أطلع الناس، أطلع الصحفيين، أطلع الرأي العام، طمن الرأي العام، هذا أبسط شيء.